دكتور عمرو، بما انك جبت سيره دبلومه الفيفا، اعتقد ان انت من ضمن عملك كمدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات ان انت تغير من شكل الكادر الاهلاوي خلال الفتره ما هو ده اللي قلت حضرتك عليه، تنميه المهارات. تنميه المهارات يعني انا يعني عشان في نفس الوقت شغلي مع الفيفا انا مسؤول دبلومه اداره رياضيه في مصر. أوكي. اللي بتقام في جامعه القاهره بالتعاون مع الفيفا ومع المركز الدولي للدراسات الرياضيه في سويسرا. فاحنا يمكن بصادنا احنا بنعمل زي بنتكلم معهم في النادي، عشان احنا كل سنه بنبعت ناس، في كذا حد انسادي كان مدير النادي الاهلي، وكل سنه في شخصين ثلاثه او كادرين من النادي مدير فرع الجزيره. ايوه فرع الجزيره، الاستاذ خالد مرسي. وفي اكتر من ومش كره قدم بس، في قطاعات مختلفه. اعتقد كان في حد من الباسكت برضو موجود والنادي الاهلي من اكتر الانديه اللي بتستثمر في الكوادر بتاعتها، من اكتر الانديه المصريه اللي كل سنه بنلاقي فيه واحد او اثنين من النادي الاهلي بينضموا لدبلومه الفيفا وبيدرسوا وبيحققوا نتيجه كويسه. ده من ضمن الدول البلان طبعا، ده من البلان اللي حضرتك حاططها. طيب عمرو محب بقى تقييمه لنفسه ايه خلال الفتره اللي فاتت او سنينك مع النادي الاهلي؟ من اول كارتيرون انا ما اتذكر، هو بدا كارتيرون بعد كده مشيت، كان خمس شهور او كده اللي صار تيجي، بعد كده رجعت تاني مع فايلر، بعد كده مع موسيماني. ويعني هي والله وتلات فترات، كل فتره ليها شكل مختلف او ليها احساس مختلف، بس في الاخر نفس السعاده ونفس الانجاز الواحد كان بيحققه يعني. ويمكن كارتون كانت فتره اصعب شويه في الاول شوية. لان احنا وصلنا النهائي وما حققناش حاجه، وتقريبا ما حققش حاجه والوقت ما كانش معاه، يعني كان الظروف كلها ضده وقتها. فمشيت اول مره وكانت ذكريات مش احسن حاجه، بس طبعا فكره اني موجود في النادي الاهلي. وبعد ما مشيت النادي الاهلي حسيت يعني ايه عيله النادي الاهلي، لما لقيت اللعيبه بتكلمني في كل مناسبه وعلى تواصل دائم. يعني لعيبه النادي الاهلي فضلت والاداريين يعني، كابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان ده اخ عزيز جدا. كابتن سامي قمصان انا يمكن على المستوى الشخصي حتى من الناس المؤثرين، وليه دور كبير جدا جدا في نجاحي وفي نجاح اي حد بيشتغل جنبه، اي حد بيشتغل في الجهاز الفني او الاداري في النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان بيلعب دور في نجاحه، لان هو على المستوى المهني وعلى المستوى الانساني كمان شخص يعني انسان رائع. فبعد ما مشيت من كارتيرون لقيت التواصل مع الناس، وحسيت ان انا ما مشيتش، بالعكس ان انا حتى ما انساش الـ5-0 بتوع صن داونز. انا عشت كاني كنت موجود في النادي الاهلي بالظبط، انا قعدت يومين مش عايز اقابل حد ومش عايز اخرج، عايش الاجواء كاني موجود في النادي. حسيت اني ما خرجتش، حسيت بس اني بطلت الترجمه. فما رجع طلبوني عشان فايلر، انا موجود اوريدي، انا حاسس ان ما مشيتش، مفيش حاجه حصلت يعني. بس الفايلر كنت فيه شغل طبعا، فاعتذرت عنه من غير ما افكر على طول. وحتى كان بدايه فايلر فوق هيتكلم انجليزي، بعد كده مره واحده قال عايز اتكلم فرنساوي وانا بتكلم ده وده، فما كانش في مشكله. وما جه موسيماني كان نفس الموضوع. موسيماني طبعا كانت الفتره الاصعب والفتره الاحلى من حيث الانجازات طبعا، يعني حققت كاس افريقيا ما كنتش بتحققه بقالك فتره. لا وثلاثه واثنين ورا بعض يعني، والثالث واثنين سوبر كاب سوبر افريقي، وتروح كاس العالم وترجع بميداليه مرتين. يعني فعلا ذكريات، يعني فعلا ذكريات، حاجات هحكيها لاولادي ولاحفادي ما كانش ممكن اعيشها غير لو كنت اشتغلت مع الاهلي.